متابع الكرة العرضية الهلالية يوسف العربي، جول، هدف في الدقيقة 24. يوسف العربي مع أول كرة يستلمها صح، يحط الكرة بالراس صح، وتقدم من مصطفى ملايكة والكرة فوق حارس المرمى. هدف هلالي ثاني، هدف هلالي ثاني في الدقيقة 24. يوسف العربي، وهدف تاسع للعربي في هذا الدوري، في دوري زين السعودي المحترفين. تابع كرة سلمان فرج العرضية باليمنى، ويوسف يضع كرة في الزاوية العليا اليمنى لحارس المرمى مصطفى ملايكة، وهدف ثاني للهلال. ويوسف العربي، يوسف العربي وكأنه يرد على المشجع البسيط اللي يتواجد أمام المشجع الهلالي الذي كان لا يريد أن يدخل أحمد الفريدي ويخرج نواف العابد نتيجة لمهارات نواف ولمقدرة نواف ولسرعة نواف، ولكن يوسف العربي عندما تأتي له الكرة بالشكل السليم، هذا ما حدث في الكرة الماضية،